مرحب، شلونهم؟ رول جوز الهند بالفستق من مطبخي، مطبخ ليندا. سهل وكشخة ولذيذ وسريع. لازم أذوق، تعرفون يعني حاروقة أولي طبعا. فتشي كلش طيب، لازم تجربوه. شير ولايك قبل ما نبدي بالفيديو، وسيفوا الفيديو لأنه طلع فتشي من صدق. لا تباعون، سووها ملعقة كبيرة من السكر، يا أما بني يا أما عادي، ملعقتين كبار من العسل لأن العسل أكثر صحي. راح نسوي أول شي الفستق، نص ملعقة صغيرة هيل، وراح أحرك على ما يذوب السكر، وأضيف نص ملعقة صغيرة عصير ليمون فريش ورشة ملح، وأخليها دقيقتين على ما تعقد الشيرة تصير ثخينة عندنا. عرفتوا شلون؟ خلاص صارت. هنا عندي كوب وربع من الفستق الغير مملح، حمسته على النار شوية قبل ما أضيفه على مود ينطي طعم طيب. أظل أحرك في الدقيقتين على ما يتجمع عندي الفستق، أحس إنه راح يلزق يعني. عرفتوا شنو؟ هنا ورق زبدة أكثر صحي، شوية دهنته بالزبدة، وراح أحرك وأبرم الفستق أول شي وهي حارة. ها، لا تخلوها تبرد هواي، بس شوية تبرد على مود أسهل باللف. تلفون وتضغطون كلش قوي، نجيب ورق ألمنيوم حتى أكثر نسيطر بالضغط هيجي، وخليه برا على ما نسوي العجينة الثانية مال جوز هند. ملعقة كبيرة من الزبدة الغير مملحة أذوبها. هنا أنا راح أستعمل مارشميلو، هذا مارشميلو. طبعا عندي واحد مفتوح شوية أصغر الحجم، فراح أستعمله، ما استعملت هذا. حلال 5 أونس 5 أونس أو كوبين ونص إذا بالوزن. أحرك أذوبه زين، أضيف كوبين مال قياس جوز الهند زين غير محلى، هيل ملعقة صغيرة، وأظل أحرك على ما تتكون عندكم عجينة. باعشان هاي عجينة كوبين من جوز الهند. هنا أنا ورق زبدة اثنيناتهم دهنتهم أسهل. خلي العجينة وهي حارة ونبدي نفتحها بالشيبك هيك مستطيلة. شوفوا شلون خفيفة، ها، لا ثخينة. شوية شلت من الصفحة أريد أساويها، وهذا الفستق اللي سويناه. أخذ قالب درجة حرارة الغرفة، هسه الضغط لازم يكون كلش قوي حتى يلزق العجين على الفستق. لازم كلش قوي، وظلون تحركون شوية. خليت جوز هند على مود تصير شكلها أحلى. شوفوا هيجي شوية بردت، وقدرت أني أفتح الورق وأخلي جوز هند، وظليت أبرم على ما صارت أطول وأرفع. عندي انضغط كل شيء، وهسه راح أهمينا بالألمنيوم أضغط أكثر، أدخلها الثلاجة نص ساعة إلى ساعة. ساعة زين كلش كلش كافي بالثلاجة. وهاي طلعتها من الثلاجة، وشوفوا ايش قد حلوة شكلها. قولوا مو سهلة، سهلة لو مو سهلة. أنا اشتريت المارشميلو من الأسواق العربية، راح تسألوني أعرف، راح تسألوني يصير بالجوز ليندا يصير باللوز ليندا يصير زين، يصير كل عسل هم يصير. شوفوا الجمال، أويلي روعة روعة روعة. يلا عيني، أشوفكم فيديوهات جديدة. مع السلامة، أترككم بأمان الله.